اذا هانتوما كتشوفوا متابعينا ومشاهدينا الكرام، نيران هنا في بوخندق ايضا الشعلات في بوخندق بعد ما الشعلات بوكربه الان هي في بوخندق مشعله بطبيعه الحال. كتشوفوا هاد المشاهد واستنفار امني كبير الان، الوجود ديال العناصر الامنيه ديال القوات المساعده ديال المياه والغابات، استنفار امني كبير هنا في بوخندق بطبيعه الحال. وغنتقلوا لا لقينا شي طريق، لان السيد عدى بقى اللي راه ما غيمكنلكش تخرج لان خطر عليك، لان الغابه العافيه شعله في الغابه. غنحاول نقتحم الغابه وغنشوفوا بطبيعه الحال. هي مهنه المتاعب ومهنه ديال المصاعب، كنعلموا هادشي وكنعرفوا هادشي. كتشوفوا الان رجال القوات المساعده، رجال الوقايه المدنيه، الدرك الملكي للمياه والغابات، دايرين دور لهم من اجل اخماد الحريق اللي اندلع ايضا في المنطقه ديال بوخندق. سالينا من بوكربه ومازال في بوكربه شعله، ماشي سالينا يعني بصفه نهائيه، مازال في بوكربه شعله، ولكن هنا بوخندق عاوتاني دابا خرجت لنا بوخندق من جنب، ها هي عاوتاني شعلات فيها العافيه، وبالاحسن كذلك شعلات فيها العافيه، وراس المش شعلات فيها العافيه، والمجهودات ديال الطائرات لا زالت مستمره. وشوفوا شحال ديال العناصر ديال رجال الوقايه المدنيه، رجال القوات المساعده، استنفار امني كبير، استنفار امني كبير هنا في هذه المنطقه ديال بوخندق الان بعد ما تمت السيطره عليها في بوكربه. الان بوخندق شعله فيها العافيه ولا زالت السلطات كتحاول. هذه عاد شعلات، راني منين طلعت معاها الطريق هذه ما كانتش شعله، قلت عاد دابا شويه طلعت معاها الطريق ما كانتش شعله بطبيعه الحال العافيه في هذا المكان بالضبط. دابا راها شعلات ومازال شعلات في منطقه واحده اخرى بالاحسن، فراس الماء العافيه شاعله للاسف الشديد. والله يحضر السلامه يا رب، يا ربي تحضر السلامه، يا ربي تحضر السلامه، يا ربي تحضر السلامه. هذه هي الهضره اللي كنقولوا متابعينا ومشاهدينا الكرام. غادي نمشيو معكم الان في مشاهد حصريه وعلى البث المباشر، بارطاجيو هذا البث المباشر باش توصل للمسؤولين باش يزيدوا يكثفوا المجهودات، اكيد لانهم دايرين الدور ديالهم. اذا دائما معكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، استنفار امني كبير على سير ديال القوات المساعده، على سير عدد كبير ديال القوات المساعده ديال الوقايه المدنيه. المشاهد الحصريه من قلب بوخندق، هذا المكان سميته بوخندق بطبيعه الحال، ومجهودات جباره كتبذلها السلطات الامنيه هنا من اجل السيطره على الحريق. فرق جديده جات متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، حنا في المنطقه ديال بوخندق هنا، الاستنفار امني كبير واندلاع نيران اخرى اللي كتحاول السلطات السيطره عليها. حنا معكم دائما متابعينا هنا في الاقليم ديال تازه في المنطقه ديال بوخندق بعد ما تمت السيطره عليها في المنطقه ديال بوكربه. الان بوخندق نيران تلتهم هذه الغابه، اندلعت قبل قليل. سيدي النيران اللي اندلعت هنايا في منطقه بوخندق، مجهودات جباره ديال السلطات من اجل السيطره عليها. كماصات البارح في 8 الصباح. نعم. 6 الصباح كماصات. نعم. 8 الصباح. 8 الصباح. نعم. ما فطناش بها حتى قبل هنايا، عاد نودوا الغوات وغيتوا للمخزن جاو وغيتوا لهذا. بوكربة اللي في الغابات بوكربة. نعم، دابا هذه بوخندق سميتها. لا بوكربة. هذه بوكربة. هذه بوكربة كيطلعت. نعم. كيطلعت بوكربة حتى تلقات براس الماء. هذا جاي بوخندق. هذاك الخندوق لتحت. الخندوق. هو مشى البرد على الجهة. هنا لتحت منها بدات وطلعت. اي اخندق. واخا طلعت بدات من اخندق وطلعت لهنا. وطلعت لهنا دخلت الغابة بوكربة. بدات من ذاك العوينة ديال غار الضبع اللي لهنا قول لي لهنا. نعم. تما كاين جبروا لاطراز ديالها طالعة. نعم. دابا هنا كاينة مجهودات جبارة اللي كتبدا من أجل السيطرة عليها، دابا شوية كيبان لي راه سيطروا عليها. لا سيطروا عليها شوية ولكن مازال شادة هنايا تحس كلات من العافية مازال شادة. البارح وهذي تشعلت دابا عاد بالشرقي. نعم. يعني عاد شعلت. نعم. وهي هجمت عينا لهنا للزرع. نعم. كون ما تجراش المخزن كون كلاتنا العافية. مواطنين والمخزن وهذا هما اللي ينقذوا لنا الزريعة. نعم شكرا لك سيدي. غادي نواصلوا معكم متابعينا في قلب هذه الغابة، كتشوفوا معنا في هذه التغطية الحصرية والمباشرة على قناتكم المجهودات ديال القوات المساعدة، غنتقلوا عليهم ونشوفوا بطبيعة الحال كما شبعتوا معنا في اللايف. غادي نشوفوا حنا في قلب الغابة اللي كتلتهمها النيران بجا أخندوق، بجانب المنطقة ديال أخندوق هنا بوكربة، بوكربة كبيرة بزاف.